تصنيف ان انت مدرب دفاعي او مدرب هجومي على حسب اولا النادي اللي انت فيه وامكانيات اللعيبه اللي موجوده عندك. لو انت امكانيات اللعيبه اللي موجوده معاك مش هتساعدك على الامور الهجوميه فطبيعي ان انت تدافع. لو اللعيبه اللي موجوده معاك تساعدك على الامور الهجوميه فاكيد ان انت بقى عندك توازن ما بين الدفاع وما بين الهجوم يعني. فيمكن في فترات كان الواحد بيركز ان انت الفتره اللي انت فيها دي محتاج ان انت تدافع اكتر، محتاج ان انت ما تجيش في الجون، محتاج ان انت تدي ثقه لعيبتك ان انت لو ما جاش في الجون فانت مش معرض للخساره، مش معرض للهزيمه، فانت التعادل بالنسبه لك ممكن يجيب لك مكسب، التعادل بالنسبه لك يكون مكسب. فالامور بتتغير على حسب المكان اللي انت موجود ومتواجد فيه يعني. وبرده بيفرض عليك اسم النادي واللعيبه اللي موجوده، هي برضو شويه بتفرق معاك في طريقه اللعب وفي شكل اللعب وفي خطط اللعب اللي موجوده. لكن الواحد الحمد لله بيحاول ان هو يعمل توازن، شغال على مدرستين ازاي تدافع وازاي تهاجم. مثلك الاعلى تدريبيا فانا حابب مدارس متنوعه يعني. يعني لما تبص لجوارديولا ليه فكر مختلف جدا، فكر الاستحواذ وان الكره دايما والسيطره تكون معاك 4-3-3 بشكل مختلف تماما. كل الناس بتهاجم مع بعض، كل الناس بيدافعوا مع بعض، امتلاك الكره هو بالنسبه له ده رقم واحد. في نفس الوقت الفتره الاخيره يورجن كلوب في ليفربول برده نفس الفكره 4-3-3، لكن ممكن يكون الشكل مختلف، ما بيعتمدش كتير على الاستحواذ لكن بيعتمد اكتر على الضغط في نص الملعب وان هو يجيب الكره بسرعه ما يسيبش وقت للفريق اللي قدامه. في نفس الوقت لو خسروا الكره بيرجع على نص الملعب. فالمدرستين انت بتحاول تقرب وجهات النظر زي ما بقول لك على حسب امكانيات اللعيبه، تقدر تنفذ دي في فترات وتقدر تعمل دي في فترات. تدريب المنتخبات اللي هي الفئات العمريه اللي هي او الفئات السنيه او الشباب او الناشئين اكيد ليها شغل مختلف وليها طريقه تعامل مختلف. ممكن المدرب اللي بيشتغل كمدرب فترات كبيره وما بدأش المرحلة دي، ما بدأش مثلا من مدرب ناشئين وعرف ازاي شغل للناشئين يتعامل ازاي والتصاعد في الشغل، لان الشغل في الناشئين يمكن انا اشتغلت في الناشئين لكن اداري وشفت اكتر فترة بتاع الناشئين في النادي الاهلي. الاعمار مختلفة، العشر سنين غير 11 سنة غير 12 سنة غير لما تعلى 16 و17، الشغل اكيد بيكون مختلف ما عدا الفرق اللي هي قريبة من الدرجة الاولى يعني. محتاجة حد عنده خبرات اكتر في الشغل ومحتاجة منك دراسة، لأن ممكن فترات الشغل متباعدة مش قريبة، محتاجة منك برامج أكتر، محتاجة منك تجمع اللعيبة إزاي وإزاي تتابع وإزاي تعمل برنامج يناسب اللعيبة النهاردة، لو في فترات توقف لو في فترات لعب على حسب المرحلة السنية اللي أنت هتكون متواجد فيها. فأنا بشوف إن في ناس عندنا بسم الله ما شاء الله متخصصين في الكلام ده بيقدروا يبنوا فعلا فرق ومنتخبات في الأعمار الصغيرة، لكن لو اتعرضت الفكرة أكيد بالنسبة لك هتكون حاجة جديدة انت هتروح وتبقى مركز فيها بكل الطاقة بتاعتك ان انت ازاي تنجح فيها. الواحد حابب لما يكون متواجد في اي مكان يدور رقم واحد على النجاح وايه العوامل اللي تنجحك يعني. ان انت يبقى عندك ناقص في مركز معين في الملعب زي راس الحربة او الباك ليفت او الباك شمال زي ما بتقول، الاماكن اللي فيها دايما لعيب محترف وكل الاندية بيجيب في المكان ده لعيب محترف خاصة راس الحربة، فطبيعي ان لو مش رقم واحد عندك زي لما كان موجود مثلا كابتن حسام حسن، لو كان موجود الكابتن جمال عبد الحميد، موجود لغاية الجيل بتاعنا عمرو زكي، عبد الحليم علي، عماد متعب، لما خلاص الاندية الكبيرة ودلوقتي بقت مش الاندية الكبيرة بس بقى كل الاندية عندها رقم واحد في راس الحربة ولعيب محترف، فبتبدأ الكفاءة عندك تقل شوية، لان صعب ان انت تجيب رقم اتنين اللي ما بيشاركش بصفه اساسيه، اللي مش متواجد بشكل اساسي انه يكون هو رقم واحد في منتخب مصر، وكمان المكان ده قليل عندك في حته الاحتراف، ما عندناش غير احمد حسن كوكا ان شاء الله ربنا يتم شفاعه على خير ويرجع لنا ان شاء الله بالسلامه. محتاج ان انت ازاي نخلي اللعيب بتاعنا زي الاول يعني. ازاي لما تكون خامه موجوده النهارده زي مصطفى محمد مع المنتخب الاولمبي وظهر في اخر سنتين سواء كان مع الجيش او مع طنطا والنهارده بيأدي اداء مميز جدا مع نادي الزمالك والمنتخب الاولمبي، صلاح محسن في نفس الكلام، لكن مطلوب الاستمراريه، فالاستمراريه هنا هتيجي من اللعيب، الفرص اللي هو موجود فيها النهارده واداءه النهارده ولا يساعد يكون موجود رقم واحد في الفريق بتاعه، وده هيخليه موجود رقم واحد في منتخب مصر. نفس الكلام في الظهير الايسر او الباك شمال، كان برضه هتقول مشكله من بدري لان احنا ما بنحاولش نعمل التجديد من بدري او الاحلال والتجديد ده من بدري، ما بتحاولش ان انت تطلع لعيبه من بدري، ما عندناش تتابع ما بين المنتخبات او ممكن يقع منك مركز معين، ودي بتظهر في فترات يعني زي حراسة المرمى في وقت معين، والنهارده الحمد لله عندنا حراس مرمى، كان في فترات في المركز المساك او الاستوبر وبرده خد وقت، فاظن ان الوقت برده النهارده موجود
محمد حمدي في بيراميدز موجود النهارده، احمد فتوح في سموحه وشايفينه اداؤه مع المنتخب الاولمبي، موجود عبد الله جمعه رغم ان هو مش مكانه لكن بيأدي اداء كويس جدا مع نادي الزمالك، موجود محمود وحيد رغم انه بيشاركش في فترات كبيره لكن لما كان موجود في المقصه كان اداؤه كويس جدا. عندنا لعيبه موجوده لكن المشكله في اللعب والاستمراريه في اللعب.